نتكلم عنها وهي الاكتيف ترانسبورت وبعدين الاوزموزس والفيزيكولار ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت، اكتيف ترانسبورت خلي بالك اللي فات ده كان بيدخل على طول، طالما في كونسنتريشن جريدينت فهيدخل، هيدخل مثلا من خلال السيرمبرين كله ونقول عليه سيمبل ديفيوجن، او هيدخل من خلال الكارير او الاسانسير ونقول عليه فاسيليتيتد ديفيوجن. على طول دخل صح، على طول ما احتاجش طاقه. اما الاكتيف ترانسبورت بيحتاج طاقه. ليه بيحتاج طاقه؟ لانه بيحرك الحاجه عكس الكونسنتريشن جريدينت، عكس تدرج التركيز بتاعها. يعني ايه؟ يعني لو هنا مثلا في ميه قليله وهنا ميه وهنا في ميه كتير، تمام؟ فالاكتيف ترانسبورت يعمل ايه؟ يحرك الحاجه من الميه القليله للميه الكتير. يعمل ايه؟ يعني مثلا في صوديوم بره كتير وصوديوم جوه قليل، جوه الخليه وبره الخليه. صوديوم بره الخليه كتير اهو وصوديوم جوه الخليه قليل اهوت، يجي الكارير يعمل ايه؟ يطلع الصوديوم من جوه لبره. يا عم ليه بتطلع الصوديوم من بره لجوه، من جوه لبره، اذا كان هو اصلا جوه قليل وبره كتير؟ ما دخل جوه بقى، ما هو جوه قليل. لا، احنا عندنا الخلايا بتاعتنا الطبيعي بتاعها ان يكون بره الصوديوم كتير وجوه قليل، فممكن الصوديوم ده يزيد فوق الطبيعي شويه، تمام؟ فاحنا نحب نعمل ايه؟ نرجعه تاني. فيحصل ايه؟ لازم نطلعه، فهيطلع عكس الكونسنتريشن جريدينت، لان هو برده رغم ان هو زاد شويه، تمام، الا ان هو برده قليل عن بره. يعني ايه؟ انا عندي بره مثلا 100 وحده صوديوم، وعندي في الطبيعي افتراضا يعني، وعندي جوه 10 وحدات صوديوم. افرض مثلا لو في 10 وحدات من بره دخلوا على جوه، فبقى عندي 90 بره و20 جوه. كده برده رغم ان بره ان جوه زاد وبره قل، الا ان برده لسه جوه قليل وبره كتير، فاحتاج اطلع ال10 اللي دخلوا جوه دولت، احتاج اطلعهم بره. طب هما ايه اللي دخلهم جوه؟ ما كانوا يفضلوا بره وخلاص من الاول، طالما انا هطلعهم ما كانوا يفضلوا بره بقى، يعني وجع دماغي ليه؟ هم دخلوا عشان يأدوا وظيفة معينة لوقت معين والوظيفة خلصت، فلازم يطلعوا بره بقى عشان ما يفضلوش مكبرين في مطولين في الموضوع ويعمل مشاكل، فأنا عايز اطلعهم بره. فهل هم هيطلعوا كده عادي؟ لا، انا لازم ازقهم. يعني انا لو قاعد في مكان فاضي، ناس قليلة قاعدة في المكان دوت، المكان فيه هوا وجميل فمش همشي منه، لكن لو انا قاعد في مكان زحمة همشي منه وروح مكان فاضي. فنفس الفكرة هي دلوقتي الاستوديوم مثلا قاعد في مكان فاضي وجميل وهو مرتاح جوه، ولو خرج بره بره زحمه فما يحبش يطلع بره. فدلوقتي انا لازم اخرجه بالاجبار، علشان هو لو فضل قاعد جوه هيعمل لي مشاكل. فاخرجه بقى ازاي؟ اخرجه عن طريق بوابات او مضخات، زي ايه؟ زي صوديوم بوتاسيوم بامب، بتشتغل بالطاقه علشان اجبره انه يطلع بره. طيب هتشتغل بالطاقه ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب دي، صوديوم بوتاسيوم بامب دي بوابه بتخرج لي من جوه 3 صوديوم وتدخل لي 2 بوتاسيوم، تمام؟ تخرج 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. بتشتغل ازاي؟ بالطاقه. لازم الاول اديها وحده اي تي بي، والاي تي بي دوت هو اسمه اختصار ادنين تراي فوسفيت، وده يعني ان شاء الله تكون عارفه، اكيد انت عارفه، يعني ده بتاع الطاقه في الجسم عندنا اللي بيطلع من الجلوكوز، بيطلع من لما احرق الجلوكوز يطلع لي اي تي بي، وده اللي بستخدمه في الطاقه. طيب الاكتيف ترانسبورت بيعتمد على ايه؟ هو ما بيعتمدش على حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني قبل كده في السيمبل ديفيوجن كان بيعتمد على الكونسنتريشن جريدينت، وفي عوامل كتير بتاثر فيه. في الفاسيليتيتد ديفيوجن نفس الفكره، في عوامل بتاثر فيه. الاكتيف ترانسبورت ما فيش العوامل دي بتاثر فيه، ولكن احنا محتاجين ثلاث حاجات يكونوا موجودين علشان الاكتيف ترانسبورت يحصل. اول حاجه محتاجين كارير او شيال او بوابه. تاني حاجة محتاجين انزيم علشان يسرع عملية التفاعلات الكيميائية. تالت حاجة محتاجين طاقة. لو التلاتة دولت موجودين فخلاص هنبدأ نحرك الحاجة من الجوة على برة، او عكس الكونسنتريشن جريدينت، من مكان اللي فيه تركيز قليل على مكان اللي فيه تركيز كتير. برضو الاكتف ترانسبورت دوت بيتميز بحاجات. ايه الحاجات اللي بيتميز بيها؟ نفس الحاجات بتاعت الفاسيليتيتد ديفيوجن. التمبريتشر بتأثر عليه. ميزه الكومبيتيتيف انهيبيشن موجوده فيه. ميزه الساتوريشن بروبرتي موجوده فيه. يعني ايه؟ يعني البوابه ديت بتاعت الصوديوم بوتاسيوم بامب دي مثلا بتخرج 3 صوديوم تطلعهم على بره. لو في 5 صوديوم مش هتطلعهم، هتطلع 3 بس. لو في 100,000 صوديوم جوه هتطلع 3 بس بره، بره الاول وبعدين تيجي تطلع 3 بعده، مستحيل تطلع حاجه ثانيه. وممكن حاجه شبه الصوديوم تمسك فيها فتخلي الصوديوم ما يعرفش يتحرك، فالصوديوم يفضل جوه، ودي مشكله. او ممكن يعني ممكن نستخدمها كدواء، وممكن تبقى هي المرض يعني حسب. يعني المهم في حاجه غريبه ممكن تمسك في البوابه ديت فتخلي الصوديوم ما يعرفش يطلع بره، والحاجه الغريبه دي هي اللي تطلع بره، او تمسك فيه وما يعرفش الصوديوم يطلع بره، فيبقى احنا كده بوظنا البوابه.
في عندنا حاجه تانية اسمها الاوزمو نوع رابع اسمه اوزموزس، والاوزموزس دوت شبه السيمبل ترانسبورت بالظبط.